اسمحوا لي ارحب بمعالي الوزير والاخوه على منصه الشرف. شرفتونا اليوم ويعني نحن كثر على المنصه الحقيقه، بس اهلا وسهلا بكم ممثلين المؤسسات، الاخوه في الوزارات الشريكه المحترمين، احبائي الاطفال. الحقيقة هذا مشروع من المشاريع الهامة اللي تم تنفيذها في الفترة الماضية بالشراكة مع المركز الفلسطيني للاتصال في الخليل، ونفذ في 3 محافظات بتمويل الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مؤسسة طفل الحرب الهولندية. مشروع في غاية الأهمية، له علاقة في ظاهرة لطالما أثرت على شبابنا، أثرت على أطفالنا، ضخت أجيال ما بين متسربة من المدارس، ما بين تعرضت لانتهاكات نتاج لأحيانا عدم تطبيق القانون، أحيان كثيرة لاستغلال أصحاب العمل لهم في محافظات الوطن. في هذا اليوم، اليوم الختامي لمشروع النهوض بحقوق الأطفال العاملين في فلسطين، اسمحوا لي أن أحيي أطفالنا جميعا هنا في فلسطين وهناك في الشتات. ونحن نقترب من حلول يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان أبريل لهذا العام. وفي هذا اليوم أيضا أود أن أؤكد هنا على كامل حقوق الطفل الفلسطيني، خاصة وأن هذا الطفل ليس كباقي الأطفال. أطفال العالم يواجهون بعض الصعوبات والتحديات العادية في الحياة العادية، ولكن معاناة هذا الطفل الفلسطيني هي معاناة مركبة، بل دعوني أقول أن الجزء الآخر من هذه المعاناة هو الأصعب. المعاناة التي يعانيها هذا الطفل كأي مواطن فلسطيني بالغ من قبل قوات الاحتلال، ونحن نواجه ليس احتلالا عاديا، بل اخواتي اخوتي نواجه فاشية ونازية لا ترحم طفلا او امرأة او عجوز، لم ترحم شجرة ولم ترحم بيت، فكيف لهذه العقلية العسكرية ان ترحم طفلا؟